السلام عليكم، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. ام جي زد اس 2021 هي تغطيتنا لليوم. سيارة كروس اوفر 5 ركاب، دفع امامي بطابع رياضي او طابع شبابي مع محرك اقتصادي. طبعا بالنسبة للاسعار تشوفوها الان هي عرض شهر رمضان، بالاضافة الى مساندة على الطريق طول فترة الضمان، طول فترة ال6 سنوات حقت الضمان، بالاضافة الى صيانة مجانية لمدة 2 سنين او 30,000 كيلو ايهما اسبق، بالاضافة الى عازل حراري راح يكون مجاني مع السيارة، وخصم على النانو سيراميك، بالاضافة الى كوبون ب1000 ريال تقدر تستخدمه في اسواق الدانلوب. وجد السيارة وابرز المواصفات، بداية بالاي دي نهاري موجود في السيارة، اضاءة امامية بتكون معنا فول الاي دي مشترك في عدسة العالي مع الواط، ايضا عندنا كشافات ضباب امامية وكاميرا امامية من اصل 4 كاميرات. من الجنب بداية بفول تنك السيارة 48 لتر، صرفية السيارة 16.5 كيلو، لتر بنزين واحد، نوع البنزين 95، مقاسات الجنوط او الكفرات 215 على 55 والجنط 17 انش مكحل، عندنا مقابض بلون السيارة مطعمة بالكروم، وايضا دخول ذكي من الابواب الاماميه، المرايد بيكون عليها غمازات وايضا عليها كاميرا جانبيه من اصل 4 كاميرات، عندنا مقابض او حنايا عفش بالكروم وحمايه باللون الاسود اسفل السياره، لكن ما راح يبان لان السياره معنا باللون الاسود. من الخلف بدايه بالجناح موجود مزدوج مع اضاءه تحذير عند الوقوف، الاضاءه الخلفيه زي ما شايفين معنا LED، بصمه التيو تميز معاك فئه الفول اوبشن او النسخه الاعلى مواصفات، 4 حساسات، كاميرا خلفيه موجوده في السياره. طبعا بالنسبه لفتح الشنطه تضغط وتسحب من هنا تفتح معك الشنطة. مساحة التخزين في الخلف بتكون 359 لتر، في حال انك استغنيت عن الصف الثاني راح تكون معك 1187 لتر كسعة تخزينية، بيكون عندك اضاءة موجودة في الداخل، والتكفيل اكيد يكون يدوي في السيارة. بالنسبة لخيارات المحركات، يتوفر السيارة بنوعين من المحركات، المحرك الاول ويتوفر على فئة الستاندر والنصف، هو محرك 4 اسطوانات حجم 1.5 لتر او 1500 سي سي، تنفس طبيعي يولد 118 حصان وعزم 150 نيوتن، بيكون متصل مع جير سي في تي والدفع امامي في الفئتين. الفئة الثالثة هي فئة الزد اس تي اللي هي التيربو، محرك بيكون 3 اسطوانات او الفول الكامل 3 اسطوانات، حجم 1.3 لتر او 1300 سي سي، يولد 160 حصان مع عزم 230 نيوتن، والجير بيكون 6 سرعات في السيارة، وايضا الدفع امامي في السيارة. بالنسبة لريموت السيارة بسيط، عندنا الفتح، الشنطة والتكفيل. من الخلف شعار ام جي مع اللون الاحمر. بداية بزاوية الدخول، زاوية كويسة. مساحة الجلوس بين الركبة والمقعد الامامي 2 اصابع، طول 178 سم، عندنا فتحات تكييف خلفية واثنين مخارج يو اس بي موجودة في السيارة، زي ما شايفين فتحة السقف البانوراما. ماسورة السيارة صراحة جميلة مرتبة، في تنسيق للالوان جميل، الشاشة بوضعية كويسة وحجم كبير، وسهولة الوصول لجميع الازرار، صراحة التصميم الداخلي يعتبر جميل. على السيارة بيكون عندنا التحكم بالزجاج، طبعا كامل كهربائي، زجاج السائق فقط فل اوتو، تأمين الزجاج والسنتر لوك بيكون موجود هنا على باب السائق فقط. على اليسار بيكون عندنا التحكم بالمرايات مع طي كهربائي للمرايات، كله كهرب، ضغط لتحت راح تطوى معاك المرايات، من هنا التحكم بمستوى الإضاءة الأمامية، طبعا الإضاءة يتوفر في وضعية الأوتو، من هنا عندنا مثبت السرعة، بضغط عليه راح يشتغل فوق وتحت تزيد وتقلل السرعة، دفة صغيرة لقدام راح يقف معك مثبت السرعة، دفة أكبر راح يشتغل معك محدد السرعة فوق وتحت اللي هو محدد السرعة النشط. بالنسبة للدريكسون بيكون فوق وتحت، ما بيكون حلزوني في السيارة. طبعا الدريكسون زي ما شايفين مطرز باللون الأحمر، وشوية عليه لمسات رياضية في السيارة ولمسات بالكروم. على اليمين بيكون عندنا التحكم بشاشة عرض المعلومات الموجودة أمامنا، وأمر الصوتية المفضلة. أما على اليسار بيكون عندك التحكم بالوسائط كموجات وصوت وميوت، هنا عندك البلوتوث، من هنا السورس اللي هو تغير بين اليو اس بي مثلا والجوال والراديو والوسائط الموجودة في السيارة بشكل عام. طبعا التشغيل بزر في السيارة. طبعا لوحة العدادات بالكامل بتكون معانا شاشة. هذي ما عندك دوران المحرك كرقم وكمؤشر، وايضا عندك السرعة اليسار كرقم مع مؤشر البنزين والحرارة ايضا موجودين في السيارة. الشاشة اللي في الوسط تعرض لك معلومات بسيطة، اول شيء السيارة بشكل عام، الابواب والانوار والاكفال، يعني شوف الالومنت راح ينتقل معك الى تأمين الابواب. تنزل تحت مباشرة عندك قراءات ومتوسطات السيارة، طبعا تقدر تعملها على الضبط، ومن هنا مخطط اتجاه الاستهلاك، يعني كيف سواقتك، تعرف سواقتك هل هي متهورة ولا سواقة اقتصادية. عندك هنا بعد ضغط الاطارات بالبار موجود في السيارة، وهنا اخر شيء البطارية، هذه كل الاشياء اللي موجودة في شاشة عرض
المعلومات. تقدر تروح على اليمين عندك الاعدادات، تقدر تخفض اضاءة العدادات نفسها او تزيدها، وعندك معلومات الصيانة كم باقي على الصيانة والسيارة المفروض تنصان او ترجع لوكالة انصان. عندك اقصى اليسار بيكون عندك اللي هو التنبيهات، في حال انك فاتح باب او شيء راح يطلع معك ايكون حسب الباب المفتوح في السيارة. طبعا بالنسبة للشاشة بحجم 10 انش متصلة مع 6 سماعات في السيارة. عندك الراديو المركبة، من هنا تقدر تدخل على اعدادات السيارة بشكل سريع وتختار الاشياء اللي تحتاجها. عندك هنا المكيف، تقدر تتحكم بالمكيف اما من الازرار اللي موجودة تحت او بلمس الشاشة مباشرة. طبعا عندك تدفئة مراتب، اتمنى انه يجيبوا بدلها تبريد مراتب، ما نحتاج تدفئة. عموما عندك الابل كار بلاي، عندك الاندرويد اوتو موجود في السيارة، وتقدر تعمل تكفيل للشاشة اساس ما تزعجك مع الخطوط، وبلمسة راح ترجع معك الشاشة تشتغل. وعندك رؤية 360 درجة على السيارة، تقدر تختار الزاوية اللي تحتاجها تكون بصورة رئيسية. وعندك ايضا الثري دي في السيارة، فتقدر تختار بين عدة وضعيات وانت تنقل. شوف الناس يمشوا بكل وضوح ما شاء الله، وانت بتاخذ كل الزوايا بنظرة 3D. طبعا الازرار اللي موجودة تحت عبارة عن ازرار الوصول السريع، الشاشة، الصوت، وباقي العدادات للمكيف في السيارة. مباشرة عندنا مخرج USB هنا خاص لشبكة الجوال اندرويد اوتو او ابل كار بلاي. عندك هنا USB اخر للشحن، ومخرج طاقة موجود في السيارة. طبعا الجير بتحطه على الدي، مجرد ما تحول على اليمين السيارة بتحول معك سبورت، فما في سبورت مود على طول تضغط عليه، فقط تحط السيارة على السبورت، بعد كده تقدر تتحكم فيها مانويل او تخليها على وضعية السبورت. مباشرة امام الجير عندنا الهيلد سنس كنترول، ومن هنا التراكشن، وبعده هنا مباشرة عندنا تشغيل الكاميرا 360 درجة في السيارة. طبعا هنا عندنا الفينجر بريك والاوتو هولد في السيارة. حملة اكواب، مساحة للتخزين هنا للجوال او للاشياء الخفيفة. هنا عندنا درج بمساحة تعتبر متوسطة على فئة السيارة. طبعا عندك حشو طري هنا مع التطريز في السيارة. بالنسبة لكرسي السائق 6 وضعيات كهربائية. كرسي الراكب بيكون تحكم يدوي في السيارة. عندنا الداخلية او الخامات المستخدمة في السيارة بيكون جلد مع شبيه الكربون فايبر، ولونين بيكون في الجلد احمر واسود. بخصوص انظمة السلام والامان، قبلها اول شيء عندنا هنا مراية بدون اضاءة، وهنا نفس الشيء مراية بدون اضاءة عند الشماسيات. قبل النظارة موجودة، التحكم بفتحة السقف، الاضاءات الامامية، طبعا اضاءات في الخلف ما فقط في الامام في السيارة. بخصوص انظمة السلام والامان الموجودة في السيارة، بيكون عندنا نظام تراكشن كامل، مانع انغلاق، مانع انزلاق، توزيع الكتروني للفرامل، وعندنا الهيلد سنس كنترول المساعدة في صعود المرتفعات، كله موجود في السيارة. عندك اوتو هولد ايضا موجود في السيارة. عندك كشافات ضباب امامية خلفية، كاميرات 360 درجة، وحساسات خلفية فقط، تثبيت مقاعد الاطفال، مراقبة ضغط الاطارات، ارباقات كاملة، نقاط عمية موجودة في السيارة. عندك مثبت سرعة، محدد سرعة، كله موجود في السيارة. بالنسبة لاداء السيارة بشكل عام، على وضعية الدي السيارة راح تكون هادي جدا، ما راح تحس فيها اي نشاط، ولكن مجرد ما تحط السيارة على الاسبورت، راح اسبورت طبعا على اليمين، فراح تحس ان السيارة بدت تنشط اكثر وتعطيك نشاط افضل وتناغم بين الجير والمحرك. ولكن بشكل عام هي سيارة اقتصادية، فما تتوقع منها اداء كبير، خصوصا ان التيربو راح يكون عندك شوية لاج في بداية الحركة، لكن مجرد ما يفتح التيربو راح تحس بنشاط السيارة. بالنسبة لمراتب السيارة، الحشو طري وجميل، لكن ينقص السيارة عملية تخريم او تخريم المراتب لتهوية يعني التهوية بين الجسم والمقعد. بالنسبة للمكيف، على فترة الظهر الساعة 1-2 على مروحة رقم 4 كان ممتاز جدا، علم انه كان فيه 6 مستويات من المراوح، لكن مروحة 4 كانت مناسبة جدا في السيارة، خصوصا ان السيارة ما عليها عازل حراري ولونها اسود، فاتوقع لو لون فاتح وعليه عازل حراري فيمكن على المروحة الثانية او الثالثة راح تكون كافية جدا في السيارة. بالنسبة لعزل السيارة، الان احنا على سرعة 85 كيلومتر، نوصل او نثبت على 90 كيلومتر. متوسط السيارة على سرعة 90 كيلومتر، المكيف مروحة واحدة، يعطيك 59 ديسيبل كمتوسط، 59.8 يعني يعتبر خلاص 60 ديسيبل في السيارة.
طبعا بالنسبه لتسارع السياره، محرك ال 1.5 ما متوفر معي الان، ولكن محرك ال 1.3 التيربو متوفر، راح نعمل عليه تسارع فقط عشان نعرف عمليه النشاط. طبعا ثلاث سلندر مطلوب منه اقتصاديه اكثر ومطلوب منه اداء، ولكن راح نجرب عشان الناس تعرف اداء المحرك. بسم الله. الختام ارقام التواصل مع الوكاله، جميع المعلومات اللي تخصهم راح تلاقوها في الوصف، ايضا حساباتنا راح تكون موجوده في خانه الوصف. اللي باقي مشترك يشترك ويدعمنا بلايك، وايضا رايك عن السياره في تعليق. ختاما في امان الله.